المبادرة دي جت نتاجا واستمرارا لجهود الدولة المصرية في المبادرات الرئاسية التي بدأت منذ سنوات، وتشمل مبادرات الأمراض المزمنة والتهاب الكلوي، المرأة والجنين، صحة المرأة، ومبادرة السمعيات. المبادرات دي طبعا بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات عدة. النهاردة فكرة 100 يوم صحة ان الدولة المصرية بتحشد كل جهود وزارة الصحة والمجتمع المدني والمحافظين، طبعا بتوجيهات المحافظين في كل محافظة، ان احنا نقدر نحصن كل السكان وكل محافظة خلال 100 يوم، نطبق عليهم كل المبادرات. طبعا اهالينا كتير عرفوا معاني المبادرات وعرفوا اماكن تلقي المبادرات فين، لكن في بعض الفئات ما بتقدرش تعرف الاماكن دي، فاحنا النهارده بنوصل لها من خلال المبادرات، من خلال عائلات متنقله زي ما حضراتكم شايفين في الخلفيه كده، من خلال فرق تواصل مجتمعي، من خلال فرق منتشره. نشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على الانجازات اللي عملها لنا والتامين الصحي، وبسم الله ما شاء الله يعني العلاج كويس وبنصرف مجاني وتمام التمام بصراحه. كشفت هنا للسكر وعملوا لي تحليل اللازم وكل حاجه حلوه وادوني علاج كتير واهتموا. عندنا 11 مبادرة رئاسية شغالة حاليا وهتزيد ل 13، فيها أهم الأمراض اللي بتستهدف المواطن المصري سواء الأطفال لحد كبار السن. فإحنا بنبتدي الأول بيجي لنا المواطن سواء عن طريق العيادة المتنقلة خلال 100 يوم أو عن طريق برضو الوحدات الـ 24 وحدة المنتشرين على إدارات مطروح كلها، بنستقبله ونعمله استبيان ونبتدي نحدد المشكلة بتاعته إيه بالظبط، ونبتدي نوجهه هو هيروح لأنهي اتجاه. يمكن عندنا هنا في مطروح بنقدم الخدمة عن طريق 24 منفذ ثابت، دول موجودين على مستوى 8 مراكز متوزعين على 8 مراكز في المحافظة. كان الهدف من حملة 100 يوم صحة ان احنا بنزود وبنكثف العمل بالمبادرات والتوعية، فبالتالي دفعنا بعدد 18 عيادة متنقلة. بدأنا النهاردة شغل بسبع عيادات متوزعين، 3 في مطروح و3 في مدينة العلمين وواحدة في مدينة الحمام، وتباعا هيتم العمل بجميع العيادات المتنقلة من باكر إن شاء الله. وبكده يبقى احنا زودنا عدد منافذ تقديم الخدمة من 24 منفذ إلى 42 منفذ بيغطوا محافظة مطروح بالكامل. دي حاجة كويسة جدا جدا جدا، وبشكر برضو سيادة الرئيس على حاجات زي دي. المبادرات دي بتفيد الناس وبتفيد الشعب. مبادرة 100 يوم صحة بتشمل ان احنا كل فعاليات حملات الرئاسية الخاصة ب 100 مليون صحة بنتم نشرها في الشوارع وتوزيعها وتوصيلها لاكثر عدد من الناس. بنبدأ بحملة السمعيات ودي خاصة بالاطفال حديث الولادة ومعنا الام والجنين، ودي خاصة بالامراض اللي بتنتقل من الام للطفل اثناء فترة الحمل، ومعنا برضو صحة مبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودي خاصة بالناس اللي عندهم امراض مزمنة سواء ضغط او سكر بيتم فحص الوظائف الاعتلال الكلوي ليهم، كذلك بيتم فحص عمل صوره للدهون والسكر التراكمي. كمان معانا مبادره صحه المراه المصريه ودي خاصه بالاكتشاف المبكر للاورام السرطانيه بالثدي. كمان معانا الانيميا والتقزم ودي خاصه بفحص طلبه المدارس.